لما تم خلال اليوم للعملية الانتخابية. طبعا النهاردة اليوم الثاني من 3 أيام حددت الإدلاء المصريين بأصواتهم في صناديق الاقتراع عبر محافظات الجمهورية، ما يقرب من 59 مليون ناخب تقريبا أو يزيد قليلا، هم قاعدة الذين يحق لهم الانتخاب عبر 3 أيام، 50% منهم نساء و50% منهم رجال تقريبا. وطبعا اللجان منتشرة عبر الجمهورية، حوالي 18,000 قاضي يقوم بالإشراف على العملية الانتخابية من خلال اللجنة الوطنية للانتخابات، والتي تباشر عملها لأول مرة بعد أن شكلت كما جاء نصها في الدستور للإشراف على كل العمليات الانتخابية والاستفتاءات التي ستجري في مصر فيما هو قادم من الأيام. البداية كانت مع الانتخابات الرئاسية وما زالت تمارس عملها باقتدار حتى الآن، وتعقد كل يوم تقريبا مؤتمر صحفي حتى تجيب على كل الأسئلة المتعلقة بسير العملية الانتخابية. فيما بعد إن شاء الله منتظرين منها مزيد من الأدوار فيما يتعلق بالانتخابات المحليات وغيرها من الانتخابات والاستفتاءات القادمة في مصر. هنشوف مع حضراتكم بعض الأخبار المتناثرة النهاردة وإحنا بنتابع سير العملية الانتخابية. طبعا رئيس الوزراء بيتابع لحظة بلحظة سير العملية الانتخابية، ودائما بيكون موجود في مركز دعم اتخاذ القرار في مركز الوزراء في مركز مجلس الوزراء للمعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبيتابع من هناك سير العمليه الانتخابيه. مهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء توجه بالشكر لكل من ادلى بصوته في العمليه الانتخابيه، وطالب بقيه المصريين اللي لسه لم يدلوا باصواتهم بعد في العمليه انهم ينزلوا ويشاركوا خلال الساعات المتبقيه. اضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اقامه النهارده في غرفه عمليات الحكومه ان عدد كبير من الوزراء متواجدين بالمحافظات لمتابعه العمليه الانتخابيه ميدانيا، وقام بإجراء متابعات عبر الفيديو كونفرنس بالعديد من المحافظين النهاردة للاطمئنان على سير العملية الانتخابية. طبعا وزير التنميه المحليه هو كمان مهتم جدا بالعمليه الانتخابيه، وبيقول ان المؤشرات الاوليه بتؤكد ان محافظه القاهره من اعلى المحافظات المشاركه في التصويت في الانتخابات. لواء ابو بكر الجندي وزير التنميه المحليه قال ان سير العمليه الانتخابيه منتظم في اليوم الثاني، وتفقد غرفه العمليات المركزيه اللي اقامتها محافظه القاهره لاداره الانتخابات الرئاسيه عبر شاشات الفيديو كونفرنس، واللي بتغطي كافه المقرات الانتخابيه المستعده لاستقبال الناخبين القاهرة. طبعا عدد كبير جدا من الناخبين في القاهرة، يعني رقم بيعدي 7 مليون ناخب في القاهرة لهم حق التصويت، موزعين على 1410 لجنة فرعية داخل 823 مركز انتخابي من خلال 44 لجنة عامة. وزير التنمية المحلية قال انه تقرر بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الغاء فترة الراحة. المفروض ان في فترة راحة للسادة القضاة والقائمين بالعملية الانتخابية في المقار الانتخابية، وكانت مقررة من الساعة 3 للساعة 4 عصرا كل يوم. النهاردة تم الغاء هذه الفترة حتى يتمكن اكبر عدد ممكن من المصوتين بالادلاء بآرائهم، خاصة انه طبعا دلوقتي المصوتين معظمهم هيشاهدوا يعني الماتش المرتقب ما بين مصر واليونان في تمام الثامنة واللي بدأ بالفعل، وبالتالي من الصعب جدا أنهم يتواجدوا في اللجان من 8 لـ 9، فإلغاء الفترة من 3 لـ 9 3 لـ 4 هتفيدهم في الإدلاء بأصواتهم. وزير الدفاع كمان بيتفقد بنفسه سير العمليه الانتخابيه. امبارح شفناه داخل اللجان المختلفه بيتابع سير العمليه الانتخابيه واجراءات التامين، النهارده كمان توجه لطنطا وباشر بنفسه عمليات الانتخابات وسيرها. ورئيس الاركان كمان قال انه هذه الانتخابات تحولت الى ما يشبه حاله الحب. الفريق اول صدقي صبحي زار عدد من اللجان الانتخابيه اليوم في طنطا، واشاد رئيس اركان حرب القوات المسلحه بمشاركه المصريين في الانتخابات الرئاسيه، وقال انهم حاسين ببلدهم ومقدرين الظروف اللي بتمر بيها بلدهم وحاسين باللي تم خلال الفتره الماضيه وخايفين على مصر. رئيس اركان حرب القوات المسلحه قال في تصريحاته على هامش زيارته لاحدى اللجان الانتخابيه الموجوده في محافظه اسكندريه ان اللي شايفينه من امبارح للنهارده ده يعني مش انتخابات ولكنه حاله حب بيترجمه الشعب المصري اللي نزل يدلي بصوته في الانتخابات. وقال رئيس الاركان ان البلد محتاجانا واحنا محتاجينها كمان، وتوقع زياده اقبال الناخبين على لجان الاقتراع المختلفه في الجاي من الساعات، وقال انه بيراهن على ذكاء ووعي الشعب المصري، وشدد على المواطنين بالنزول للادلاء باصواتهم حتى تنعم هذه البلد بالاستقرار، وقال ان الناس بتبص حواليها وشايفين اللي بيحصل في الدول اللي حوالينا من عدم استقرار، وربما ده اللي بيدفع كبار السن بشكل خاص
ده من عندي بقى، رئيس الاركان ما قالش ده، لكن ربما انه كبار السن اللي هم اكثر خبره وحنكه ودرايه شايفين ان الاستقرار ده شيء مهم، وانه ما يحدث حولنا من عدم استقرار بيدفعنا للتاكيد على رغبتنا في استقرار هذا البلد. الوطنيه للانتخابات كمان ادلت بتصريحات مهمه جدا. احنا زي ما قلنا المستشار محمود الشريف كل يوم حريص انه يعمل مؤتمر صحفي ويجيب عن كل التساؤلات المعروضه عليه، وهو المتحدث الرسمي باسم اللجنه الوطنيه للانتخابات. المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات قال ان غرفه العمليات المشكله داخل الهيئه تلقت ما يفيد بانتظام العمل داخل اللجان في مستوى الجمهوريه كلها، وان اللجان فتحت في مواعيدها المحدده الساعه 9 صباحا ما عدا مجموعه محدوده جدا من اللجان اللي شهدت تاخير بسيط في فتح ابوابها امام استقبال الناخبين. مستشار لاشين ابراهيم قال ان الهيئه الوطنيه للانتخابات قامت على الفور بالتدخل والتواصل مع اللجان المشرفه والقضاة رؤساء لجان الاقتراع علشان يعرفوا اسباب التاخير في هذه اللجان ويزيلوا هذه الاسباب بصوره فوريه وعاجله، وقال ان العمل بيسير حاليا بشكل منتظم في كافه اللجان. المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئه الوطنيه للانتخابات والمتحدث باسم الهيئه قال انه هناك استمرار لعمليه التصويت خلال ساعه الراحه اللي كانت محدده للقضاء والمشرفين من 3-4 على مستوى اللجان الانتخابيه في الجمهوريه. هيئه الاستعلامات طبعا يعني هيئه مهمه جدا، هي اللي بتعطي التصاريح للمراسلين الاجانب عبر الجمهوريه انهم ييجوا ويغطوا الاحداث كلها في مصر، هي اللي بتتواصل معاهم بتحاول تصحيح الصوره اذا ما كتب اي شخص بالخطا أو تعمدا أو عن غير تعمد بالإساءة لصورة مصر. هيئة الاستعلامات بتقول إنه الإعلام الأجنبي بيواصل تغطية انتخابات الرئاسة دون أي شكاوى، يعني مفيش حد من الموجودين ممثلين عن وسائل الإعلام الأجنبية اشتكى من إن حد ضيق عليه أو منعه من تغطية الانتخابات، ده اللي أكدته غرفة عمليات متابعة الانتخابات الرئاسية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات، وقالت إنه هناك تواصل على مدار اليوم الثاني للمراسلين الأجانب لزيارة مقر الإدلاء بالأصوات وتغطية الانتخابات الرئاسية مع بداية افتتاح اللجان في 9 صباحا وحتى انتهاء موعد التصويت. أضاف كمان إن غرفة العمليات إنه أعضاء غرفة عمليات الهيئة العامة للاستعلامات تواصلوا مع ممثلي 175 وسيلة إعلامية، منهم 148 معتمد ومقيم، ودول بيمثلوا حوالي 14 جهة إعلامية آسيوية، 71 جهة عربية، و45 جهة أمريكية، و18 جهة أوروبية. بدأوا في متابعة عملية التصويت حتى الساعة 2 ظهرا بمحافظات القاهرة والجيزة واسكندرية. خلينا نشوف مزيد من المعلومات مع الأستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم. أهلا بحضرتك أستاذ يسري. طبعا يعني بالأمس اطمأنينا على سير العملية الانتخابية وما زلنا نتابع حتى اليوم يعني سير هذه العملية الانتخابية، أبرز ما تم اليوم، هل هناك أي شكاوى من أي نوع تم التقدم بها للهيئة الوطنية للانتخابات؟ احنا المشهد الابرز النهارده هو استمرار التوافد قدام كافه اللجان الانتخابيه المنتشره على جميع محافظات الجمهوريه. شفنا النهارده رسالات واضحه من قاده القوات المسلحه، لما شوف النهارده الفريق اول صدق صبحي وزير الدفاع موجود فين؟ في مدرسه علي مبارك، تلك المدرسه او شارع علي مبارك اللي هو شهد تفجير كنيسه ماري جرجس بطنطا قبل شهور. لما اشوف النهارده الفريق اول محمد فريد حجازي موجود في دوله تفقديه في محافظه اسكندريه، لما اشوف قيادات القوات المسلحه موجوده، لما اشوف غرفه عمليات وزاره الداخليه اللي بترصد كل التحركات كافه اللجان في اكثر من 13,000 لجنه انتخابيه، 13,683 لجنه انتخابيه على مستوى الجمهوريه، لما اشوف لجان متابعه من الساده القضاه في كل محافظات الجمهوريه بترصد كل دقيقه وتطلع بيانات رسميه انه لا توجد شكاوى عن سير هذه العمليات العمليه الانتخابيه، لما اشوف السيدات ما زالت تتصدر المشهد في المحافظات، لما يبقى عندي حصر مبدئي ان اكثر المحافظات حتى من وفقا للاعداد هي محافظه تصويبا هي محافظه القاهره، بنتكلم من ثاني المحافظات هي محافظه الجيزه فالاسكندريه فالشرقيه فالمنوفيه، لما يبقى عندي اعلان شبه رسمي من الهيئه الوطنيه للانتخابات ان الوادي الجديد كانت مفاجاه انها اكثر المحافظات تصويبا،
لما يكون عندي كبير العبد والعريش اللي عملت مفاجأة في التصويت من حيث عدد الحضور بيانات رسمية، لما يكون عندي اعتراف من محافظة المنوفية ان نسبة الإقبال قد تتجاوز 25% في اليوم الأول، احنا بنتكلم على حظر مبدئي، والجهة الوحيدة المنوط بها إعلان النتيجة والأرقام هي الهيئة الوطنية للانتخابات. لكن كل غرف العمليات المنعقدة سواء في الهيئة الوطنية للانتخابات أو نادي قضاة مصر أو هيئة النيابة الإدارية أو هيئة الرقابة الإدارية أو المجلس القومي لحقوق الإنسان أو مجلس الوزراء أفادت بعدم وجود أي شكاوي حتى قبل انتهاء اليوم الثاني من تصويت المصريين في الانتخابات الرئاسية 2018. فيما يتعلق بالتغطية الصحفية لهذه الانتخابات من وسائل الإعلام الأجنبية واطلاع حضرتك على هذه الوسائل، كيف غطت هذه الوسائل العملية الانتخابية في يومها الأول والثاني؟ احنا شايفين انه في حالة تربص بعض الشيء في الدولة المصرية، ولكن كل المسؤولين الأجانب او الجهات الحاصلة على تصريح من الهيئة الوطنية اشادت بالتواجد المكثف للمرأة أمام اللجان، حتى أن بعض الناس سألوا عن أن هناك الأجانب سألوا أن هناك هل هناك فصل في لجان للسيدات ولجان للرجال بسبب كثرة عدد النساء أمام اللجان. لكن إحنا بنتكلم على حالة الشعب المصري بيجسد فيها أروع صوره، لما يبقى مدير أمن الإسكندرية النهاردة اللي هو مصطفى النمر بيقود جولة تفقدية النهاردة فين؟ في شارع المعسكر الروماني. دي رسالة للعناصر الإرهابية، ووجه رسالة للشعب المصري يقول إن هو تعرض مرتين لمحاولة اغتيال لكن ما نالش هذه الشهادة، وقال إن هو وضباطه وجنوده في الإسكندرية إن هم جاهزين للشهادة. أعتقد أن هذا المشهد سيتصدر وسائل الإعلام المحلية والأجنبية غدا، هو نفس الرسالة اللي قام بيها الفريق أول 6 صبح النهاردة في طنطا عشان يقول إن الدولة المصرية دولة صامدة، دولة تستطيع البناء وسط هذه العملية الشاملة اللي بتتكلم عنها سيناء 2018. لما اشوف النهارده اللواء سيد حرحور ومعاه مدير الامن في جولة مترجلا في قلب العريش النهارده ووراه الشارع السيناوي بالاعلام، لا احنا نقول ان احنا عندنا فعلا قوات مسلحة تستطيع ان تشن عملية شاملة هدفها تقويض ومجابهة الارهاب في شمال سيناء، وأيضا هي دولة مصرية كاملة قادرة على أن تؤمن جميع ربوع المصريين جميع ربوع الدولة المصرية في يومها الثاني في الانتخابات دون وجود أي خروقات لعملية سواء في محيط اللجان أو مقرات اللجان أو حتى القضاء. احنا بنتكلم على غرفة عمليات القضاء، البعض بيحاول يروج أن هناك لجان لم تفتح، هي عبارة عن بعض الحالات المحدودة التي هبط فيها السادة القضاة من لجانهم إلى مواطنين كبار في السن للإجزاء بأصواتهم. لم يكن هناك أي تأخير لإغلاق اللجان سوى بعض اللجان المحدودة التي تأخر فيها السادة القضاة وأعيد فتحها اليوم. كان هناك بعض الشائعات تحاول أن يقول أن التصويت سينتهي في 8 مساء، ونفي هذا مرتين سواء من الهيئة الوطنية أو نفي من وزارة التنمية المحلية. بعض الشائعات تقول أن هناك مد للعملية عملية التصويت. أعتقد أن هذا القرار هو قرار الهيئة الوطنية للانتخابات. الانتخابات محددة 3 أيام، مضى اليوم الأول ونحن اليوم لكن اليوم الثاني اللي هو النهاردة يا فندم، يعني الصناديق هتغلق الساعة 9 ولا 8؟ لا، الصناديق ستغلق الساعة 9، بعدها سيتبع نفس الإجراءات التي تمت في اليوم الأول، ثم تفتح الصناديق مرة أخرى في اليوم الثالث، وعند انتهاء العملية في اليوم الثالث تبدأ اللجان الفرعية في فرز الأوراق وتسليم النتائج إلى اللجان العامة، ثم تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إعلان الأرقام والنتائج سواء الأرقام في الداخل أو الخارج في مؤتمر صحفي يوم 2 ابريل. وبالنسبه لساعه الراحه اللي تم الغائها دي، تم الغائها على الاطلاق النهارده وغدا وليس النهارده فقط. ساعه الراحه نتيجه للاقبال المتزايد اللي كان موجود من الناخبين اليوم، الهيئه الوطنيه خدت هذا القرار، وهذا
يجب أن نشيد فيه كما أشدنا بالقوات المسلحة وزارة الداخلية إلى قضاة مصر أكثر من 18 ألف قاضي يتحملون المسؤولية. هم ألغوا ساعة الراحة من أجل تذليل أي عقبات أمام المواطنين وتلبية لرغبة المواطنين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية. حضرتك كلمت عن كبار السن، والحقيقة أن برضو وزارة الداخلية قايمة من خلال حقوق إنسان الداخلية بدور كبير جدا، بتتلقى عشرات الاتصالات يوميا لنقل غير القادرين من كبار السن. نتكلم عن هذه الجزئية، ودي جزئية مستحدثة في هذه الانتخابات. والله أنا شايف كل مؤسسات الدولة أين بدورها، ولكن وزارة الداخلية والقوات المسلحة عليهم الدور الأكبر فيما يتعلق بعبء التأمين وتأمين المقرات الانتخابية، ليست أثناء العملية الانتخابية فقط ولكن بعد إغلاق الصناديق تظل قوات التأمين في اللجان حتى إعادة فتحها مرة أخرى. ولكن كل قطاعات وزارة الداخلية تحاول مساعدة المواطنين. لما تبقى فيه اتصالات عن طريق أرقام خصصتها وزارة الداخلية لدى قطاع حقوق الإنسان تطلب مساعدة النجدة أو وزارة الداخلية بتمكين بعض المواطنين من الإدلاء بأصواتهم على الفور، يتم تحريك مأموريات من الشرطة النسائية ومن الأحوال المدنية وقطاع حقوق الإنسان لنقل هذه الحالات. وإحنا النهاردة شفنا أكثر من حالة في القاهرة، في الإسكندرية، في الشرقية، أكثر من حالة وحالات مسنة كبيرة السن بعد الإدلاء بأصواتها بتقول رسالة للشعب المصري. ولكن الملاحظ حتى هذه اللحظة هو عزوف الشباب عن المشاركة في هذه الانتخابات، وإن كانت الرسائل كلها تحث المواطنين جميع المصريين على ضرورة المشاركة اليوم وغدا في اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية. أشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ يوسف البدري رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم، والحقيقة دائما بيزودنا بقدر هائل من المعلومات فيما يتعلق بأنشطة وزارة الداخلية بشكل خاص وبالأمن. شكرا جزيلا لحضرتك. طبعا عندنا أخبار كثيرة جدا خاصة بالعملية الانتخابية، وهنحاول تباعا نتصل بمراسلينا في المحافظات المختلفة ومتابعينا، لكن عندنا برضو لقاءات على الهواء مباشرة هنتكلم فيها النهاردة عن هذه العملية الانتخابية. طبعا احنا حريصين على استضافة أساطين العلم في مركز بحوث الصحراء في كل يوم ثلاثة. النهاردة هيكون معانا واحد من العلماء من مركز بحوث الصحراء وهو موجود في محطة بحوث شمال سيناء بشكل خاص، هنتكلم معاه عن طبائع أهل سيناء وإزاي هم نزلوا وشاركوا في الانتخابات، وزي ما سمعنا من الأستاذ يسري البدري إزاي منطقة بئر العبد والعريش كان فيها يعني الناس موجودة في اللجان بكثرة في محاولة للتأكيد على أنهم داعمين للدولة ضد الإرهاب ومش خايفين من الإرهاب اللي بيتم. هنتكلم معاه عن كل ما يتعلق بشمال سيناء وهي محافظة من المحافظات اللي الناس فيها مقبلة على التصويت. هنتكلم أيضا في فقرة لاحقة مع أمين التنظيم بحزب المؤتمر وأمين الشباب بحزب المؤتمر أيضا عن الحالة الانتخابية وكيف ترصد الأحزاب السياسية هذه الحالة الانتخابية ومنهم حزب المؤتمر. تابعونا بعد الفاصل، وقبل الفاصل هنروح مع حضراتكم لتقرير نشوف من خلاله متابعة لسير العملية الانتخابية في اللجان الدقي والمحيطة بنا وأيضا لجنة وزارة الزراعة، ثم إلى فاصل وإلى حضراتكم من جديد مع ضيوفنا. دوري كمصري منتمي للبلدي وبنتي عشان تتعلم يعني ايه انتخاب، يعني ايه وطن، يعني ايه انتماء للبلد، يعني ايه امن، يعني ايه استقرار، ده دور. انا انتخبت عشان مصر وعشان مصر تبقى في تقدم مستمر ان شاء الله باذن الله. لازم نحافظ على الوطن، الوطن مسؤولية الشعب، ولازم ننزل ننتخب الراجل الصالح. المفروض ان ده حقنا يعني، وان احنا ننزل نقول راينا، فلو احنا ما نزلناش يبقى احنا بنضيعه بايدينا، فما نلومش بعد كده على حد بيقول لنا انتوا بتضيعوا حقوقنا.
ان احنا يعني مالناش حقوق. ينزلوا ينتخبوا عشان بلدهم تبقى احسن طبعا، ويبقى في تقدم دايما، ونبقى زي الدول المتقدمه ونبقى احسن ان شاء الله. يعني لازم تنزل ولازم تشارك ولازم تدلي بصوتها ولازم كل يقول اراءه. نزلت انتخبت 100% و100 و114، وان شاء الله بلدنا دي احسن بلد في العالم، ومحدش زينا ومحدش احسن مننا.